خلينا اتكلم معاك يا رؤى. يعني انتوا جيل 2004 2005 اللي بيلعب دلوقتي تحت 19، يعني البطوله ابتدت ازاي؟ انتوا لعبتوا كام مرحله بكام دوره مجمعه؟ يعني كلميني عن شكل البطوله من الاول للاخر. احنا في الاول بدانا طبعا فتره الاعداد وبدانا جامد الحمد لله. من امتى فاكره من امتى بداتوا الاعداد؟ من شهر كام؟ من شهر كام انا طبعا من شهر 7. 7 ده بدري قوي. فكنا وكنا كمان مركزين عشان ندخل ان شاء الله ونحقق حاجه، يعني تارجت كان محطوط في دماغنا ان شاء الله، عشان احنا كجيل وكده الجيل ده بالنسبه لنا مهم قوي عشان فرق فيه منافسه قوي. فبس بنحاول بقى على قد ما نقدر، كنا بادئين جامد وبنركز على قد ما نقدر. بس لعبنا بدأتوا ماتشات مع مين الأول وبعد كده رحتوا لعبتوا مع مين؟ يعني قولي لي كده عن المباريات وقوتها في البداية. في الأول كنا بنبدأ واحدة واحدة، بس هي المجموعة يعني ما كانتش طويلة قوي صراحة. بس بدأنا في الأول، بعد كده دخلنا ماتش الشمس وبدأنا بقى نلعب زهور ومقاولين ودجلة. بس فالماتشات كانت الصراحة كلها كانت كويسة يعني. تمام. طب انت فاكره يعني ايه احلى ماتشات انت عملتيها؟ عملتيها في الاول ولا في النهايات؟ عملتيها في اي وقت؟ والله انا في ماتشات طبعا لازم ابقى فاكراها قوي. ماتش بحب ماتشات الشمس قوي، ليه بحب بقى العبها السبب؟ عشان انا كنت في الشمس وانا صغيره. فعلا. فانت بتحبي تلعبي قصادها؟ بحب قوي صراحه. بيبقى ماتش بالنسبه لي حماسي قوي وبحب العبه. ماتش دجله طبعا، ماتش السنه اللي فاتت دجله في بطوله القاهره عملته حلو قوي برضو الحمد لله. ما شاء الله. فلا في ماتشات الصراحه بتبقى قريبه لقلبي قوي. طيب انت جيتي امتى من الشمس وعندك كام سنه؟ كنت لسه صغيره. صغيره انا كنت خالص. بدات في الاهلي اصلا في الاول مدارس وكده، بعد كده رحت الشمس، بعد كده جيت الاهلي. طيب شايفه انه حظوظنا كويسه في الجمهوريه برضو ولا في فرقه في اسكندريه جامده؟ طبعا في منافسه، بس ان شاء الله احنا على قد ما نقدر نحاول نعمل حاجه وناخدها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طب جايداء كلميني عن برضو الفاينلز بقى، يعني يمكن لو كلمتنا بسرعه كده عن البطوله، الفاينل كان مع مين وكان فين وعملنا ايه؟ الفاينل كان مع دجله. كان دجله دايما هو بينافسنا بشكل قوي قوي. دايما يعني كمان بيبقى عندنا مشكله ان احنا كل سنه نوصل الفاينل ومش بناخد البطوله. فكان علينا حمل كبير قوي ان احنا السنه دي كنا محتاجين نكسب البطوله يعني. طب هو انتوا النهائيات كانت دوره مجمعه ولا كانت مباراه واحده؟ يعني 19 سنه اولاد كان دوره مجمعه ليه بقى 4 ماتشات ورا بعض، انتوا عملتوا كده ولا هو مباراه وحيده مع دجله؟ كانت دوره مجمعه. فاكره مين اللي كان معاكم فيها؟ كان معانا دجله والمقاولين والزهور والشمس والمعادي، كانوا 5 فرق. طب ان احنا لعبنا كل المباريات، هم 5 فرق، كل ال4 مباريات الاولين كسبناهم وطلعنا على وادي دجله. فاكره كسبناهم كام؟ 3-0 ولا 3-1؟ يعني في فرق شدت معانا، الشمس الزهور، حد شد معانا؟ لا كلهم كانوا 3-0. 3-0 ما عدا الشمس تقريبا كان 3-1. كان هم 3-1. طب وادي دجله عمل ايه؟ كسب الفرقه الثانيه كلها برضو؟ لا كان في خساره، كانوا خسروا من الشمس. يعني هم جولكم المباراه النهائيه خسرين ماتش اهو، يعني الدنيا هاديه برضو. يعني برضو ما كانش تحت ضغط جامد، يعني حتى لا قدر الله كنتوا خسرتوا كان هيبقى في ماتش فيصل وانا غلطان. لا احنا خسرنا الفاينل. انتوا خسرتوا الفاينل، خسرتوا من وادي دجله. بس طب ايه اللي حصل؟ عشان مكسب الشمس احنا كنا كسبانين الشمس، فده كان فارق معانا. بس التوتال ما بين كنتوا الثلاثة انتوا خدتوا اول. كنا محتاجين نكسب شوط واحد عشان نكسب البطولة. طب خسرتوا طب انتوا خسرتوا وادي دجلة كام؟ 3-1. 3-1 يعني انتوا كنتوا طب هل الشوط بقى ده هو اللي طب سؤال، هل عشان انتوا عارفين انتوا محتاجين شوط واحد تاخدوا البطولة فده كان سبب الخسارة ولا مش ده سبب الخسارة؟ لا خالص، بس هو يعني كان عدم توفيق من يعني او كان ما كانش في توفيق. كان عدم بس توفيق. ما كانش في استرخاء مثلا من ناحيتنا ان احنا لا احنا ضامنين بقى البطولة وناخد شوط واحد ناخده. طب احنا خدنا الشوط الكام؟ تفرق معايا؟ خدنا الاول. طيب هو كلامي صح؟ خدنا الاول. طب ما انا كلامي صح، انتوا خدتوا الاول. عارفه لو قلت لي خدنا التالت خدنا الرابع اقول لك ماشي، انما انت خدت الاول خلاص كسبنا، يلا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. ده وضع طبيعي ان انتوا هيبقى فيه دروب نفسي. بس احنا ما كناش نعرف ان احنا يعني خدنا البطوله بالجيم ده. ايه ده؟ يعني احنا كنا داخلين بقى؟ انا عايز افهم دي. صحيح احنا كنا داخلين المفروض ان احنا نكسب على الاقل جيمين، يعني كان المفروض ان احنا داخلين لازم جيمين يعني عشان نكسب البطوله. يعني انتوا قبل الماتش فاكرين انتوا هتكسبوا جيمين؟ واحنا اصلا كنا داخلين بالمكسب الصراحه، ما كناش داخلين على تمام جيمين. وبعدين كان علينا عبء كبير بقى قوي، بس كان عدم كسبنا طبيعي. الاول وهم كسبوا 3 شواط. طب عرفتوا امتى ان انتوا البطل؟ عرفنا في الاخر بعد ما خلصنا الماتش. ايه ده؟ طب ازاي؟ احنا كنا حاسبين غلط ولا ايه ولا ازاي حصل؟ احنا اصلا ما كناش نعرف يعني. هو الكابتن كان طبعا كان على علم بالموضوع بس ده، طبعاً كان خد بس ما كانش قايل لنا حتى. بعد ما خلصنا الجيم الاول، لا يا جماعه ولسه وقدامنا الشوطين التانيين عايزين البطوله. طب والله حلو، تصدقي صح؟
احنا كنا داخلين اصلا يعني عايزين على قد ما نقدر نتارجت الماتش، ما نتارجتش ان احنا شوط ونطلع على طول يعني ناخد الاول. برافو. فعشان كده كمان الكابتن كان مساعدنا في حاجه زي كده، بيحاول على قد ما يقدر اللي هو لا نكسب الماتش عشان نحس برضو بالمكسب يعني. بس عجبتني الموضوع ده، عجبني انه حيشكوا في دور او في جو ان انتوا لازم تعوضوا ولازم تكسبوا، انتوا خدتوا البطوله، هو عارف انه خد البطوله بس عمال يشحنكم ان انتوا تعوضوا. وانتوا كده على الله حكايتكم يعني، انتوا ما سالتوش مثلا القصه ايه ولا بتاع ولا الكابتن بيقوله لنا؟ تمام. احنا طبعا كنا متنشنين عشان الماتش جدا، مش عارفين بقى نركز، احنا كل هدفنا ان احنا نكسب الماتش يعني. كمان طبعا البطوله الاساس، بس برضو الماتش بيبقى موضوع ضغط تاني. طبعا يعني طبعا. عشان دجله دايما بيبقى المنافس لينا دايما، اللي هو احنا بنوصل الماتش ده بس انا عجبتني القصه دي بصراحه. يعني عجبتني ان انتوا تبقوا طمنتوا البطوله والجهاز الفني عايز منكم ان انتوا تلعبوا وتكسبوا الماتش، فده ضغط انتوا مش يعني كان ممكن تريلاكس انتوا من الاول بعد ما تعرفوا ان انتوا كسبتوا البطوله، بس هو اضطر يحطكم في الضغط ده عشان تتمرنوا للجمهوريه، صح كده؟ يا